حكمة. يساعده على خط التماس كل من قلت حكم الساحة سيد نبيل أبو خلفة، يساعده على خط التماس كل من ياسين بن سما وأسماء فريال وهاب، بينما الحكم الرابع هو السيد محمد رضا رمادة ومحافظة المباراة السيدة فضيلة كشمة. ضربة الانطلاقة إذن مشاهدينا الكرام أعطيت في هذه الأثناء، والكرة لنادي أتلتيك بارادو لكن تحت دفاعات حاضرة من أولمبي أقبو، استرجح نادي بارادو عن طريق يطو، فضل العودة للخلف والموجود سالم، مخالفة إذن لأتلتيك بارادو، عاد المدربين في الترفيه ينتظر صفنة الحكم، بولبينا توزيع من بولبينا ورأسية وخمس أمتار وخمسين يقول الحكم، رأسية كانت من يدو محمد نسيم، لما ضربة مرمى لمصلحة أولمبي أقبو والحارس بن شيخ العقول أو مخالفة يقول الحكم لمصلحة دفاع أولمبي أقبو. لعب عشر دقائق من عمر الشوط الأول والمباراة التعادل السلبي، سيد الموقف بين أتلتيك بارادو وأولمبي أقبو، طويلة من بن شيخ العقون لحيث توصل يوصلها يوصل عليها علي هارون، علي هارون علي هارون يراوغ علي هارون يتقدم علي هارون يوزع علي هارون، أول أهداف المباراة لمصلحة أولمبي أقبو بعدما كانت كرة ملعوبة بشكل رائع، توزيعة من الحارس بن شيخ العقون لحيث علي هارون يلحق على الكرة ويوزع يراوغ ويتوغل ويوزع ورأسية ويسجل على إثرها الهدف الأول لمصلحة أولمبي أقبو بعد مرور 10 دقائق لعب. الكرة اللي يطو إلى ملكية تسيس أو سايس، الكرة اللي زاوية الكرة توزع من زاوية ممتازة ممتازة وتعديل النتيجة من أتلتيك بارادو عن طريق اللاعب مهداوي البطاوي عفوا البطاوي يسجل الهدف التعادل لأتلتيك بارادو بعد مرور 21 دقيقة من عمر الشوط الأول والمباراة إذن بنفس الطريقة تقريبا يسجل بها أتلتيك أو أولمبي أقبو، يعدل بها أتلتيك بارادو عن طريق المضاوي محمد أمين، نهاية الوقت الرسمي مصلحة أولمبي أقبو، أوكي الهدف وكيل والهدف يقول الحكم لمصلحة أولمبي أقبو، وكيل عمار يسجل الهدف الثاني، حكم يقول كرة فاتت الخط خط المرمى وبالتالي الهدف الثاني لمصلحة أولمبي أقبو لإمضاء عمار وكيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لهذه المباراة، إذن تتغير النتيجة مرة أخرى وأولمبي أقبو يستعيد الأسبقية عن طريق عمار أوكيل لاعب رقم 11 في صفوف أولمبي أقبو، إذن هدفان للأولمبي مقابل هدف واحد للأتلتيك. هدفان مقابل هدف واحد صارت النتيجة الآن، نلعب مع نهاية الوقت الرسمي لهذا الشوط الأول لهذه المباراة. توزيع لكن الخروج الحارس بن شيخ العقون ثم زموم من طريقة هربوا عكسة من أولمبي أقبو مع زموم 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 يلعب ناحية بن عمار، ضربة جزاء لمصلحة أولمبي أقبو وبن عمارة مصر ليسا بعد عرقلة من جابر قصيص، وضربة جزاء لمصلحة
باسينيسا بن عمارة وأولمبي أقبو. لأن ضربة جزاء بعد مرور 67 دقيقة لعب. ضربة جزاء بعد هجمة معاكسة لعبت بسرعة بين يعني هارون وزموم وبن عمارة. الدقيقة 67 من عمر هذه المباراة، هدفان مقابل هدف واحد لأولمبي أقبو أمام أتلتيك بارادو. زائد ضربة جزاء في التنفيذ علي هارون. علي هارون علي هارون يستعد. علي هارون واف الراحي. علي هارون علي هارون والهدف الثالث. علي هارون والهدف الثالث لمصلحة أولمبي أقبو بعد مرور 68 دقيقة لعب. إذن 3 أهداف لأولمبي أقبو مقابل هدف واحد لأتلتيك بارادو. علي هارون يضيف الهدف الثالث، هدف الأمان والإطمئنان للأولمبي الذي يتجه رويدا نحو حصد النقاط الثلاث قبل 22 دقيقة من عمر هذه المباراة متبقية. هي عمر الوقت الرسمي المتبقي في هذه المباراة. إذن 3 أهداف لأولمبي أقبو مقابل هدف واحد لأتلتيك بارادو. وسط فرحة أنصار أولمبي أقبو المتنقلين إلى ملعب 20 أود بالعاصمة.